السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله النهارده هنسجل فيديو جديد تكمله للفيديو اللي عدى، اللي هو كان الفي ريل 2020. هنسجل فيديو عن الفي ريل 2040 النهارده برضو 24/9/2020. طيب، تكمله على الفيديو اللي فات ان شاء الله هنفتح نفس الجزء اللي عملناه. اختار كده فايل اللي هو 2020 ده، وقبل ما ابدا اعدل على ده هاجي من هنا اقول له سيف، سيف از، سيف از كوبي اند كونتينيو، تمام، او سيف از كوبي اند اوبن، يعني اعمل لي نسخه منه وافتح لي النسخه دي. هنخليها مثلا ايه 2040، تمام، 24/9 برضو، واقول له سيف. هيقول لي عايزني اخلي القديم ولا اشيله، يعني اخلي القديم مفتوح، keep the original open، لا close the original document. تمام، لو انا جيت ابص فوق على اسم كده هلاقي في سلوت 2040. طيب هضغط كنترول 8 هيجي يقول لي بالشكل ده. ممكن اضغط على شيفت اختار يمين او شمال، يعني سهم يمين او شمال هيجيب لي ايه الجزء اللي انا محتاجه، او اروح جاي مثلا هو دلوقتي كده كنترول 7 ظاهر في 3D، وانا محتاج اخلي الوش ده هو اللي عمودي على الشاشة، اضغط عليه واقول له كنترول 8، تمام، واجي هنا اروح جاي ضغط كليك يمين، ومن هنا اختار edit sketch، او افتح من السهم اللي هنا ده سكتش واقول له edit sketch. طيب الاول خلينا نروح نشوف الفي ريل 2040 ده شكله ايه وابعاده عامله ازاي. ده شكل الفي ريل 2040، يعتبر 2 في ريل 2020 بس حطيتهم جنب بعض ولزقتهم وكملت دي كده، تمام، وطلعت بسهم من هنا ومن هنا بحيث اطلع الشكل المفرغ ده. يعني لو انا جيت رسمت هنا خط كده وقلت لك ده الفي ريل 2020، اعمل لي ميرور الناحية التانية هيطلع لك ايه في ريل 40/40 بس لما تعدل الجزء اللي في النص، وده اللي احنا هنعمله. ده برضو شكل الفي ريل 2040، وده شكل تاني ليه بس متركب عليه الاجزاء ميكانيكية زيادة، في بقى كذا ميكانيزم، تمام، والريفرنس بتاعنا طبعا اللي هو الموقع اللي هم مصنعين اصلا الحاجات دي اوبن بيلز، فده 2040 برضو، ودي ابعاده اهي او الشكل بتاعه الحقيقي، متصنع من نفس الماتيريال اللي هي 60/63T5، ونفس الهول بتاعته برضو كانت دي ام 5 هولز، يعني لما اجي اعمل الوظه الوظ برضو على 5 مللي. طيب خلينا نروح، عملنا edit sketch، ممكن نيجي بقى نروح جايين عاملين نعمل delete لدي كده، او نختارها، اختار كده control وبختار الحاجة اللي انا محتاج ايه اعمل لها select، الخطوط دي المفروض تتشال، فانا هخليها ايه تبقى فور كونستراكشن، يعني ما تظهرش معايا في الرسم اكنها مش مرسومه، تمام. محتاج دلوقتي اعمل ميرور بكل ده حوالين الخط اللي تحت ده، ميرور اباوت الخط ده، تمام، وده شكل ايه الفي ريل. ممكن نرجع هنا كده نقول له شيل لي ده وده، نفس الكلام ده وده، مش محتاجهم يظهروا معانا، يبقى تمام، يبقى ده الجزء اللي انا محتاجه حتى الان، اقول له اوكي. طيب اول حاجه خلينا نكمل ده كده، اعمل برضو اكمل الناحية التانية ده،
هو كده شاف ان ده مسار مغلق فقفل ده كله لحد الآن. يعني هو كده صح، بس احنا عايزين بقى نعمل الجزء اللي كان هنا ده. فهاجي كده ارسم لاين تاني. واعمل ميرور الخط ده وده. about تمام كده. الشكل ده اللي انا محتاجه اللي هو ال V ريل 2040. لو انا جيت قلت له exit sketch طلع لي ايه الشكل اللي انا محتاجه. اقول له مثلا كنترول 7 عشان يظهره لي في الشكل 3D ده ال V ريل 2040. كنترول اس كده سيفته. تمام، شكرا.